السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنبدأ نركب الفوم أو الكورنيش بديل الجبس، كورنيش الفوم. هنشوفه مع بعض ازاي بنعمله خطوة بخطوة. وكده يا جماعة هنشوف مع بعض ازاي بنوصل الكورنيش، بياخد العلم بتاعه عشان يوصل المسافة اللي هي فوق دي. زي ما احنا شايفين كده شكل الكورنيش هو راكب. ده طبعا الكورنيش بتاع بيت النور، يعني كان منوره فاضي عشان الاضاءه، بيت النور او زي ما بنسميه هنا الكونسول لايت. زي ما انتم شايفين كده بنركب حديد الاوميجا الصغير ده بحيث ان احنا نقدر نثبت فيه المسمار في الطريقه دي. زي ما انتم شايفين كده وهنا دي طريقه القص. هنشوف المعلم محمد هيركبها ازاي. لا نور يا حاج محمد. الان كده هما يركبوا الكورنيش. خلي سالي يركب هو الحته ده يا محمد. ها ده طبعا طلعت شويه ايه كبيره شويه ف سنت ولا حاجه، فبتكون عاوزه تتظبط يعني في القص. بعد شوية يا ريت ده المعلم محمود طبعا قاعد بيقص لهم الحديد بجهزه. الله ينور يا حاج محمود، ان شاء الله عليك احسن واحد بيقص حديد معانا يا جماعه. طبعا كده بيفتح فتحه لراس المسمار زي ما احنا بنسميها في لغه صناعيه، بيخوش للمسمار علشان الراس بتاعته تغطس لجوه. في الاخر طبعا المسمار ده ما ينفعش يبان منه اي حاجه في الدنيا، يعني المسمار ده كله في الاخر بيتغطى بيكونش باين منه اي حاجه. لو بان المسمار ده حاجه تعرفوا ان الصناعي اللي شغال ده مش فاهم كتير يعني. الكورنيش عامل ازاي؟ طبعا زي ما قلنا كده ان في كورنيش طبعا تركب تحت هنا. طبعا الفتحه دي كنا بنعملها عشان توصيلات وايرات الكاميرات اتقفل طبعا. هنا هيكون في كورنيش تحت هنا، وهنا هيكون في كورنيش على الستاره. هنشوف مع بعض ايه، نحاول ان شاء الله نصور لكم خطوه بخطوه ونشوف مع بعض الغرفه دي هتخلص ازاي باذن الله. خليكم معانا. رجعنا لكم تاني يا جماعه. كده الكورنيش بتاع المجلس اللي فوق ركب خلاص زي ما احنا شايفين مع بعض كده. طبعا لسه كل الفواصل دي ركب تاني مع بول او جبس زي ما انتم شايفين. طبعا كده فين الحاجات كلها بتركب هنا طبعا، لان ده مسكره لل بيت الستارت اللي بنسميه في مصر. هنقفله الأول بالبورد الجبسن بورد بالطريقة دي، بعد كده بيركب عليه. طبعا الكورنيش اللي تحت هيكون زي اللي فوق ده بس هيكون بعد كده يعني. إن شاء الله مع بعض خطوة بخطوة ونشوف النهاية هتكون عاملة إزاي.
كده يا جماعة، الصالة دي خلاص خلصت الكورنيش بتاعها زي ما انتوا شايفينه كده. طبعا السقف ده لسه هياخد معجون وصبغة تاني. شكل الكورنيش من فوق شوفوا عامل ازاي، لسه طبعا الفينيشنج بتاعه. هنا طبعا فتحة البورد دي فتحناها علشان نغير توصيل الواير بتاع المكيف، لأن يعني الواير بتاع المكيف زي ما احنا شايفينه كده فوق، اللي فوق ده الفيشة بتاعة المكيف، فهنغير مكانها، هتتنقل تكون هنا بحيث تكون سهلة في الصيانة أو فيما بعد لو حصل حاجة أو كده واحتاجت صيانة. شكل الكورنيش إن شاء الله نصور لكم برضو في المراحل واحنا بنفنش. خليكم معانا. رجعنا لكم تاني يا جماعة، دي كده فتحة الستارة زي ما قلنا، طبعا كده بالجبسن بورد لسه ركب عليها الكورنيش زي ما وضحنا قبل كده. وهنا دي توصيلة الكهرباء بتاعة المكيف. وهنا عندنا المجلس برضو، دي فتحة الستارة بالطريقة دي. ودي توصيلات وايرات مكيفات، وده طبعا الأزرق ده توصيل واير الكاميرا. نكمل مع بعض إن شاء الله، ونشوف في النهاية بعد الكورنيش ما نركبه تحت هيكون الشكل بتاعنا عامل ازاي. خليكم معانا. السلام عليكم، رجعنا لكم تاني يا جماعة. لا نور محمد كده، طبعا الكورنيش اللي تحت ركب كده، مرحلة المعجون خلاص خلصت، بنبدأ في السنفرة وبعد كده نبدأ نفنش في الكورنيش. زي ما انتم شايفين كده كان الستارة الكورنيش. هنا طبعا لسه ما كملناش الكورنيش بتاعه، لان طبعا سايبين الكورنيشة اللي فوق المكيف دي لسه هتكمل، بس بعد ما نخلص التوصيلات بتاعت الكهرباء دي هنكملها. لسه هنكمل طبعا الكورنيش اللي تحت زي ما انتوا شايفين كده، ايه الخط بتاعها واصل لفين. خلص ان شاء الله ويوم نصور لكم تاني باذن الله. كده طبعا العلم بتاع الكورنيش هنشوف هنعمله ازاي مع بعض. بص يا محمد، هنا المقاس ده عشان نعمله عايزين نجيب الزاويه اللي فوق دي. بنعمل ايه بقى؟ اسهل طريقه بقى. طبعا المسافة دي 9 سم، تمام؟ أو 8.5. فخلاص احنا جبنا الخط ده كله كامل، تمام؟ بنقوم جايبين دي الكورنيشة دي وحطينا كده الطريقة دي على العلامة اللي تحت، خلاص؟ بنقوم جايين معلمين المسافة دي كامل اهو، ونيجي الجنب التاني نعمل نفس الخطوة بالظبط، هنعلم من المسافة دي، تمام؟ دي كده الزاوية بتاعتك يعني. قول له تمام. تمام. انزل هات الكورنيش كده عشان نعلمها بعض. ايوه دي كده. مقلوبة دي. واحدة كبيرة اهو. واحدة كبيرة. هات المنشار. اقفل ده همك واقفل ده تحت. لص بقى نوع لص نوع. مش بقى الشبش المعفن ده. واكم صوره. طبعا هي احسن الزاويه اللي هتركب جوه.
اطلع محمود كده معايا فوق هناك. هناك هناك هناك
حاسس بفرق، بفرق في الفيديو.
كده يا جماعة الكورنيش كله راكب خلاص، طبعا المعجون كله خلاص خلص كده، بنشتغل في مرحلة الصنفرة بعد الصنفرة طبعا بندي طبقة البرايمر، بعدين طبقة المارك او اللون اللي احنا بنختاره يعني، بس هو يعني احنا هنفنش لون ابيض، هيكون المات لونه ابيض. لا نهار يا شباب، هنا دي الصالة التانية الصغيرة زي ما انتوا شايفينها برضه نفس الكلام، الكورنيش كله خلاص ركب. شوفوا هنا الفتحة بتاعت الستارة دي كده معمولة عشان الستارة تدخل جوه. طبعا المكان بتاع المكيف ده لسه، بس فيه شوية حاجات في توصيلات الكهرباء بنخلصها وبنقفل مكانه تاني ونشوف بقى يعني. ده كده طبعا مش هطول عليكم الفيديو اكتر من كده، ونعمل فيديو تاني للفينش التشطيب. مش هوصيكم اللي عجبوا الفيديو ما ينسناش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان نشوف دايما كل جديد بنعمله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.